هو مسألة ضبط البوصلة التي يسير عليها المسلم. الزمن الذي صرنا نعيش فيه الآن هو زمن ديال اضطراب البوصلة. بوصلة كينا ماشي ما كيناش، لكنها مضطربة. البوصلة باش كتعطيك الطريق هو أن هذاك الحقل المغناطيسي ديالها اللي كتكون خدامة به خاصة تبين لك فين كاين اتجاه ديال الشمال. اضطرب لها الاتجاه ديال الشمال غتوضر نتا في الطريق. البوصلة عند المسلم هو لقاء الله عز وجل. البوصلة ما خصهاش تضطرب، لا خسر هذه البوصلة، خسر لي هذاك الاتجاه ما غيبقاش عندك لقاء الله عز وجل، هو الغاية الكبرى التي تعد لها. غيولي عندك لقاء راس الشهر، غيولي عندك لقاء الناس اش غيقولوا، غيولي عندك لقاء عباد الله اش غيقولوا عليا، والمتغيرات اللي جاية، وما غيبقاش يهمك الحلال من الحرام، ما غيبقاش يهمك واش ندوي في خويا ما ندويش فيه، ما غيبقاش يهمك نربي الدراري ما نربيهمش، ما غيبقاش يهمك نحافظ على ديك الأسرة مجموعة ولا نشتتها، ما على باليش. علاش؟ لأن هذاك اللقاء بالله عز وجل فهذاك اليوم اللي هو اليوم الآخر إلا اضطربت البوصلة، ما بقاتش دائما كتحدد لك هذاك الاتجاه، كل شيء تمشي.